وشوشة. أنا عجبني الفاشن شو قوي، وعجبني إن هو لصالح السرطان ولصالح الأورام، ودي حاجة دايما أنا شخصيا بحب أشارك فيها جدا جدا، ببقى مستمتعة جدا. بس كمان خلينا نتكلم على الفاشن شو النهاردة، إن أنا كان عجبني الحاجات اللي هي سيمي كاجوال دي قوي قوي قوي. بس عجبني حاجات كتير جدا النهاردة، عايزة أقولها مبروك وإن شاء الله في تقدم للأحسن، والفاشن شو كان لطيف جدا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.